بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم الشيخ صالح ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يستفسر عن الآية الكريمة، يقول: ما تفسيرها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبين الله سبحانه وتعالى كيف يهدي من يشاء إلى الحق الصراط المستقيم، وكيف يضل عنه من يشاء. هذا بمشيئة الله الكونية، وهو لا يضل إلا بسبب من قبل العبد. فإذا أعرض العبد عن قبول الحق وعارض الرسل وعاند، فإن الله يضله عن الحق حرمانا له وعقوبة له. وأما من قبل الحق وأقبل عليه وحرص عليه، فإن الله يوفقه للحق ويهديه ويدله ويرشده إليه. فالله جل وعلا يعامل الخلق بحسب نياتهم ومقاصدهم وبحسب أفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، يجزي أهل الخير بالخير ويجزي أهل الشر بالشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: الذي لم يصم الست حتى الآن، فما المشروع في حقه وما فضل صيام الست؟ نعم، صيام الست من شوال، ستة أيام من شوال بعد رمضان، هذا فيه فضل عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، وهذه شهور السنة، إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله. فهذا فضل عظيم في صيام الست من شوال، والأفضل المبادرة بها بعد رمضان مباشرة بعد العيد، وإن أخرها وصامها من وسط الشهر أو من آخر الشهر فله ذلك وله الأجر في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من شوال، وشوال يشمل أول الشهر ووسطه وآخره. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يتابعون برنامجنا، تليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ صالح: 011-442-83-13 011-442-83-13 فضيلة الشيخ، هذا سائل سوداني مقيم بالرياض يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وما حكم فضيلة الشيخ من اختلط عن عليه حكم هذه البدعة؟ ليس هناك بدعة حسنة
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدع كلها سيئة وليس فيها شيء حسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يستثنى من البدع شيء، وإنما المقصود ببدعة الحسنة ما يعبر عنها بأنها بدعة، يعبر عنها بأنها سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، يعني أحياها، أحيا سنة تركها الناس وهو أحياها وبينها للناس، فإن الله جل وعلا يضاعف له الأجر، له أجرها وأجر من عمل بها واقتدى به بها. نعم. أحسن الله إليكم. مرة ثانية تليفون البرنامج نظهره لمن أراد الاتصال بالبرنامج: 011-442-83-13. في الآية الكريمة يا شيخ: ثم استوى على العرش، ما معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة؟ سئل الإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رضي الله عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. فنحن لا نعلم الكيفية، وإنما نعلم المعنى ونثبته لله. ومعنى استوى أي علا وارتفع وصعد على العرش. والاستواء صفة فعلية، وأما العلو فهو صفة ذاتية لازمة لذاته سبحانه وتعالى. وأما الاستواء فإن الله يفعله إذا شاء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر، حتى ولو كان ذلك يا شيخ في وقت النهي أصليها؟ ليس لها وقت نهي، إذا ذكرها أو استيقظ فهو وقتها، فليبادر بصلاتها، وليس لها وقت نهي في هذه الحالة. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، الحساب الفلكي في رؤية الأهل في رؤية الأهلة، ما رأيكم فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فليس العمل على الرؤية على الحساب، وإنما العمل على الرؤية. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. هذا يسأل يقول: أنا عندي أسهم منذ 5 سنوات وأريد أن أزكي هذه الأسهم، فكيف يتم إخراج هذه الأسهم الزكاة؟ تقومها، تثمنها بما تساوي على رأس الحول، وتدفع ربع العشر من قيمتها التي تساويها كل سنة، كل ما يحول عليها حول، ما دمت أنك تنويها للبيع، تنوي هذه الأسهم للبيع، فهي تجارية. نعم. ورد في الحديث القدسي: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث والمستفاد منه، مأجورين. الحديث واضح من معناه ومتواتر، يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا من فضله سبحانه على عباده. والنزول يليق بجلال الله، ما نعلم كيف ينزل، وإنما نثبت النزول كما جاء ولا نسأل عن كيفيته. نعم. أحسن الله إليكم. وردتنا أسئلة قبل البرنامج فضيلة الشيخ، يقول:
هل ليوم الجمعة خاصية عن بقية الأيام؟ وماذا ورد فيه من العمل الصالح؟ نعم، يوم الجمعة يوم عظيم، وهو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع، وفيه فضل عظيم، فيه صلاة الجمعة، وفيه الساعة الإجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فيه فضائل عظيمة خص الله به هذه الأمة وأضل عنه من كان قبلها، فاليهود اختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد، وهدى الله الأمة، هذه الأمة، ليوم الجمعة. نعم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ التي أرسل بها، يقول: هل يلزم إمام المسجد أن يسكت بعد الفاتحة بما يكفي لقراءة المأمومين؟ يستحب له ذلك، يسكت حتى يرجع إليه نفسه، وإذا مدده حتى يقرأ المأموم الفاتحة فهو أفضل. نعم. يقول الشيخ: هذا بالنسبة لبناء المسجد على القبر. لا يجوز بناء المساجد على القبور، لعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، يعني يبنونها أو يصلون عندها ولو لم يبن مسجد، فمن صلى عند قبر قصد ذلك فقد اتخذه مسجدا، سواء كان مبنيا عليه أو غير مبني، فلا تجوز الصلاة عند القبور ولا إليها، سدا لوسيلة الشرك بالله عز وجل والغلو في القبور والأموات. نعم. معنا اتصال من حامد من شقرة، تفضل يا حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. حياك الله. عندي سؤال، مثلا في العشرة التوالي من رمضان جمع القيام مع التراويح بعد العشاء مباشرة، وفي آخر الليل ما في الصلاة. هذا خلاف السنة يا أخي. السنة أن التراويح، اصبر الله يهديك، السنة أن التراويح في أول الليل بعد العشاء مباشرة، والقيام والتهجد يكون في آخر الليل. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. عندي ولد اللي موظف عسكري وعليه ديون وبراتبه ما يكفيه، هل يجوز أعطيه من الزكاة؟ لا تحل زكاتك لولدك، ولا زكاة الوالد زكاة الولد لوالده، لكن ساعده من غير الزكاة. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا. أحسن الله عملك. شكرا يا حمد. مرة ثانية تليفون البرنامج على الشاشة 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، من هو المكلف بالحج أو العمرة عن الوالدين في حال عجز الوالدين عن الحج والعمرة؟ نعم، يستحب للولد أن يحج عن والديه إذا كان ميتين، أما إذا كان حيين ووكلاه وأناباه بذلك فإنه، أو كان عاجزين عن الحج ووكلاه بذلك فإنه يحج عنهما، وهذا من البر بهما. نعم. يقول: أريد أن أتصدق عن والدي المتوفى، هل ينتفع يا شيخ بالصدقة؟ وما الذي ينتفع به بعد موته؟ نعم، الصدقة إذا تقبلها الله يصل ثوابها إلى الميت، إذا أهديت ثوابها للميت من والديك أو غيرهما فإنه ينفعه ذلك إذا تقبله الله. الذي يصل إلى الأموات هذا أحد الأمور التي تصل، الصدقة، ثانيا الدعاء لهما، ثالثا الحج أو العمرة عنهما، هذه أعمال تصل إلى الأموات، يصل ثوابها إلى الأموات إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى وأهدى ثوابها، أهدى الحي ثوابها لهم. نعم. تفضل يا طلال، معنا على الخط من تبوك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. والسلام. أبغى أسأل الشيخ عن حكم الجمع والقصر في المسجدين الحرمين. يا أخي إذا صرت في البلد في الحرمين أو غيرهما تصلي مع المسلمين ولا تجمع ولا تقصر، تصلي مع المسلمين إذا كنت مقيما. وأما إذا أردت السفر بعد الصلاة فإنك لك أن تجمع الصلاة القادمة مع الصلاة الحاضرة، العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. إذا أردت أن تبدأ السفر من مكة إلى بلدك. نعم. لو أراد أن... نعم شكرا. لو أراد أن يصلي الجمعة يا شيخ هل يجمع معها صلاة العصر؟ لا، العصر ما تجمع إلى الجمعة لأنها ليست من جنسها، وإنما تجمع العصر مع الظهر. نعم. طيب أحسن الله إليكم. هذا يا شيخ صالح يقول بأنه كثير الأسفار بين المدن، فهل له القصر وهل يصلي الرواتب في سفره؟ إيه نعم، إذا كان بين البلدين المسافر منه والمسافر إليه مسافة قصر 80 كيلو فأكثر فله القصر والجمع في الطريق. وأما إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو فإنه لا يجمع ولا يقصر، لأن هذا ليس بسفر. نعم. يقول الشيخ ما مناسبة قول أحد الصحابة يعني الناقة دعوها فإنها مأمورة؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة هذه لما جاء مهاجرا إلى المدينة وكان الصحابة يعترضون طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن ينزل عنده، فقال دعوها يعني الناقة فإنها مأمورة، فذهبت وبركت في محل مسجده صلى الله عليه وسلم عند باب أبي أيوب الأنصاري. نعم. السائل أبو أحمد يقول إذا فاتتني صلاة الليل ولم أستيقظ إلا من النهار فهل أصلي ذلك شيخ جهرية أم سرية؟ تصليها جهرية لأنها صلاة الليل، فإذا صليت صلاة الليل في النهار لنوم أو فوات فإنك تجهر بها، هذا هو السنة، وإن أسررت بها فلا بأس. نعم. من الأسئلة التي وردت يقول السائل يا شيخ إذا أخذت عمرة ولم آخذ من شعر رأسي جاهلا أو ناسيا؟ لا بد إذا تذكرت أن تعيد عليك ملابس الإحرام وتأخذ من رأسك بالحلق أو التقصير في أي مكان، لأنه لا تتم العمرة إلا بذلك. نعم. يقول ورد حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم، هذا حديث صحيح، والمراد أن آثر الوضوء يكون نورا يوم القيامة، يكون نورا يوم القيامة في اليدين والرجلين علامة لهذه الأمة على غيرها. نعم. يا شيخ يقول بالنسبة لرد السلام والتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال خطبة الجمعة. لا يتكلم بشيء حال خطبة الجمعة، بل ينصت ولا يتكلم بشيء ولا يرد السلام، ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس يستمع الخطبة. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج في الشاشة 011-442-83-13. فضيلة الشيخ الحكم الشرعي في من أدركته الصلاة وكان مسافرا ولم يكن قد خرج من بنيان المنطقة، يعني لم يخرج من بنيان بلده؟ نعم. هذا ليس مسافرا حتى يخرج، ما يبدأ السفر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا فارق عامر بلده يبدأ السفر، أما ما دام في البلد أو في بيته فإنه ليس مسافرا ولا يأخذ أحكام السفر ولو كان نوى السفر. نعم.
الأخ أبو عابد يقول: شيخ، ما الواجب نحو من يصلي الصلوات بعد فوات أوقاتها؟ هل تقبل؟ لا، إذا أخر عن وقتها متعمدا فإنها لا تقبل منه، لقوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. نعم، تفضل يا عبد الله من القويعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. انا عندي سؤال. انا في شهر رمضان دخل دورة المياه اوضي، وعندما طلعت للمذن يذن ويوم هللني جاي نلمى وشربت، هل يلزمني قضى هذا اليوم ولا ما يلزمني؟ لاني سألت الإمام وقلت له تسرع في الإذان، انت مكن، قال انا اذن على الوقت المحدد بالتقويم عندي. قلت هل التقويم اللي عندك يلحق بياض الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟ قال عندي تقويم امشي عليه. اي نعم، معه الحق في ذلك. أيوة. انت لا تأكل ولا تشرب إذا بدأ المؤذن على الأذان، إذا كان يؤذن على طلوع الفجر وعلى التقويم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم، شكرا. يعني يلزمني قضاء هذا اليوم؟ إذا تأخرت عن طلوع الفجر وشربت تعيد اليوم هذا لأنك ما صمت كاملا. نعم، شكرا. أنا هو الدني ويقول لي أجاب على الأذان المحقق وأنا شربت من هالنظر. أجابك الشيخ، شكرا لك. فضيلة الشيخ، رجل صلى الفجر في جماعة ثم أتى رجل آخر تأخر عن الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه نافلة ويكسب الآخر أجر الجماعة، ما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا صلوا الناس ودخل أحد فاتته الصلاة يستحب أن يقوم أحد الذين صلوا ويصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما دخل رجل بعدما صلوا دخل رجل قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، تكون له نافلة. نعم. يسأل يا شيخ عن شروط قبول الدعاء، يقول في بأنني دعوت كثيرا لرفع ألم بي فلم يستجب لي حتى الآن. لا تقنط من رحمة الله، أكثر من الدعاء، وربما أن تأخير الإجابة من صالحك، الله أعلم بمصالحك، فأنت عليك الدعاء والإجابة على الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. شخص من القصيم يا شيخ يذهب من القصيم ويذهب إلى الرياض أحيانا لزيارة أقاربه ويمكث عندهم يومين أو ثلاثة في غرفته الخاصة، هل له أن يقصر ويجمع؟ لا، يصلي مع المسلمين، المسجد قريب منه، يصلي مع المسلمين ولا يقصر ولا يجمع. نعم. طيب، تفضل يا أخي إبراهيم من الحسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. مساكم الله بخير يا شيخنا، الله يسلمك ويحييك. هو العمر خير. نعم. سؤال أنا في الآية القرآنية: والذين لأزواجهم حافظون، الذين لأزواجهم أو ملكة أيمانهم، من هم دليل ملكة أيمانهم؟ السؤال الثاني: لحظة، ملكة أيمانهم يعني الأرقة، العبيد اللي يملكهم. نعم، يعني يحق أن يشوفون يعني عوراته وكذا ولا لا؟ لا، مملوكته تسرى بها يا أخي، ملك له تسرى بها، فهي مثل زوجته، ملك يمين. نعم. السؤال الثاني يعني السؤال الثاني: ولدي طلب مني مبلغ معين، قال والله هناك شخص بيشغلني في وظيفة معينة فأبي تعطيني المبلغ على أساس أني أعطيه الرجل لكي يشغلني، فما هذا؟ هل جائز هذا الشيء يا شيخ؟ لا، هذا رشوة، لعن صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، ألا يجوز هذا؟ نعم،
شكرا شكرا بارك الله فيك. فضيلة الشيخ الأخ أبو مبارك يقول: هل يأثم من ترك السترة في الصلاة، وما شرط السترة؟ السترة في الصلاة سنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وتكون كمؤخرة الرحل، مرتفعة كمؤخرة الرحل، أو إلى شجرة أو إلى جدار، المهم يكون أمامه شيء مرتفع، ولا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته. نعم. يقول يا شيخ: إذا صليت الفريضة في مكان، هل أنتقل إلى موضع آخر لأداء السنة أو أصلي في مكاني؟ لا بأس بذلك، إن انتقلت فلا بأس، وإن صليت في مكانك فلا بأس. نعم. هل يا شيخ لا تقبل الصلاة إذا كان الخشوع فيها قليل فضيلة الشيخ؟ الخشوع في الصلاة هو روحها، فهو روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع في الصلاة هو السكون وإن قل. أما الحركة بالثوب أو باليدين أو بالرجلين، هذا دليل على قلة الخشوع أو عدمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: والدي يصلي صلاة السنة جالسا مع القدرة على القيام. لا بأس، صلاة السنة تجوز من الجالس، لكن إذا لم يكن له عذر يكون له نصف الأجر، يكون له نصف الأجر، نصف أجر القائم، هذا في النافلة. نعم. بالنسبة يقول شيخ الحاج والمعتمر: هل يجوز له أن يسعى ماشيا في بعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ لا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كان يطوف ماشيا، فلما كثر عليه الناس تزاحموا عليه ركب صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف. نعم. تفضل يا ماجد معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ خير الحمد لله. نعم. أنا طال عمرك لي 3 سنوات متقاعد تقرير طبي، طال عمرك مريض، وهل يجوز البنك طال عمرك يأخذه كله؟ هذا سؤالي بارك الله فيك. كيف؟ ها؟ سؤالك. سؤالي: طال عمرك أنا متقاعد عسكري، لي 3 سنوات مريض قلب تقاعدت، وأنا لي 3 سنوات محروم من راتبي يأخذه كلها البنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش سبب أخذ البنك له؟ علي متعثرات يطلبني. عليك ديون؟ لا بس ياخذها يعني، ولا يخلي لي ولا ريال طال عمرك. ايه، على دين عليك لازم تسدده. شكرا. ايوه، انهم قالوا النص طال عمرك 35%، انا يعني ما يخلي مصروف اهلي، ما يخلي لي اي شيء، يعني هذا يجوز له طال عمرك ياخذه كله؟ ياخذ الدين اللي له عليك يا اخي. شكرا. تصلح انت وياه ان شاء الله، تصلح انت وياه. نعم. احسن الله اليكم. شيخ صالح، الائتمام بالمسبوق ما حكمه حفظكم الله؟ المأموم لا يكون اماما الا اذا استخلفه الامام، اما اذا جيت وانسان مسبوق يصلي ما فاته من الصلاه فلا تدخل معه، انتظر ياتي احد غيره تصلي معه، أو يقوم أحد الذين صلوا يصلي معك. نعم. يقول لي صديق: دخلنا يوم الجمعة، يقول أثناء خطبة الجمعة فجلس هذا الصديق ثم قام بين الخطبتين وصلى ركعتين، فما حكم هذا الفعل؟ نعم، إذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، فإن جلس فإنه يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل يقال له سليك الغطفاني، دخل والإمام والرسول يخطب فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. نعم. بعض الناس يا شيخ صالح إذا صلى الجمعة
وسلم الإمام بادر على يعني على طول في أداء السنة فضيلة الشيخ، يصلي ركعتين بدون تسبيح ولا تهليل ولا تكبير؟ على خلاف السنة، السنة أنه يتأخر ويأتي بالأذكار، ثم إذا فرغ من الأذكار الواردة بعد الصلاة فإنه يقوم ويأتي بالسنة. نعم. أيضا هذا السائل يقول: حكم صلاتي صلاة المأموم الذي لم يجد مكانا في الصف فوقف عن يمين الإمام وصلى معه. هذا شيء طيب لا بس. نعم. طيب تفضل يا عبد الله من جدة. تفضل عبد الله. عليكم. عليكم السلام. الخير يا شيخ. قصر التلفزيون يا عبد الله. قصر التلفزيون. إيه طيب تفضل ارفع صوتك. صوتي. نعم نعم. شيخ عندي سؤالين الله يعافيك. تفضل. نعم. السؤال الأول، في رمضان الماضي بعد أذان الفجر يمكن بعشر دقائق كنت شارب مويه يعني قبل الأذان، صابني نفس تقريبا الاستفراغ ورجع وبلعته بدون قصد. إذا أنك ما تعمدت هذا فلا حرج عليك، صومك صحيح إن شاء الله. الحمد لله. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني كيفية صلاة النافلة على الراحلة أو على السيارة؟ تصلي أينما توجهت بك، صلاة الليل هذه هي بكل نافلة، صلاة الليل. إيه لا. إذا كان من وسجودها والاستقبال. إذا كان يا أخي اسمع، إذا كان من عادتك تصلي صلاة الليل وصادف أنك مسافرا على الراحلة أو على السيارة تصلي أينما توجهت بك، تصلي صلاة الليل ولا تخليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. شكرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الدعاء يقول بين الأذان والإقامة، هل مجاب؟ هل هذا وارد؟ نعم، هذا حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هو محل للدعاء. نعم. يقول وبالنسبة لضابط رفع اليدين في الدعاء يا شيخ؟ إلى حذو المنكبين، إلى حذو المنكبين. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الزواج يا فضيلة الشيخ، هل ورد أدعية معينة أو صلاة معينة؟ نعم، إذا دخل يأخذ بناصية زوجته ويدعو إن الله يجعلها زوجة مباركة وأن الله يجعل فيها يعني خيرا له. نعم يا شيخ. هذه أخت سائلة تقول هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون وليها لا سيما إذا لم تكن يعني من أهل البلاد؟ لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لا بد من الولي، إما من عصبتها وإذا لم يكن لها عصبة فالقاضي يتولى العقد لها. نعم. هذا سائل يقول بعض الشباب في الاستراحات فضيلة الشيخ يأتي ببعض الآيات القرآنية أثناء حديثه مع زملائه، فعلى سبيل المزاح نود أن تبين الحكم في ذلك. مش مثل يعني بعض الآيات يوسف أعرض عن هذا كذا؟ لا يستعمل القرآن محل الكلام ومحل الأحاديث، هذا امتهان للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للذي لديه حفيز أو دكان فيه بضائع، يقول بالنسبة للزكاة على هذه البضائع وهو يبيعها سنويا كيف تؤدى الزكاة؟ إذا تم عليها الحول أو على قيمتها، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها به فإنه يثمنها، يقومها ويزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول، يثمنها ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. نعم. نعم، معنا اتصال. ألو. نعم، المتصل معنا.
اي نعم. طيب. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأها بسؤال عن النصيحة، متى تكون النصيحة لشخص عنده بعض المخالفات؟ هل أذهب له وأنصحه وأقول بأن هناك بعض المخالفات؟ نعم، إما أن تذهب إليه وهذا أحسن، وإما أن تتصل عليه، وإما أن تكتب له رسالة حسب نعم. ما تبلغه بالنصيحة. معنا نعم. متصل، تفضل تفضل. ألو، ما أسمع الشيخ، ما أسمع الشيخ. ألو، ما أسمع الشيخ. خذ سؤال وعطني إياه. ألو، طيب الشيخ الآن معنا، شيخ صالح خذ سؤال وعطني. يا أخي أسمعكم الآن، أنتم أصواتكم عندي، ما أسمع الشيخ، أصواتكم عندي. نعم فضيلة الشيخ. نعم معنا الشيخ صالح. نعم أسمع يا أخي الشيخ عطنا صالح سؤاله. طيب ما زلنا الآن مع الشيخ صالح الفوزان في فتاوى. فضيلة الشيخ صالح. نعم ما زلنا مع أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات. طيب ما السبب؟ نعيد الاتصال مرة ثانية. فضيلة الشيخ ما زلت نعم. معنا على الهواء؟ لأني نعم ما أسمعك نعم. من عندكم الآن الأصوات اللي تو أنتم عندكم أصوات دخلت علي، أسمعكم الآن جميعا في الكنترول. يسمعني الشيخ الله يعافيك. طيب ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات، ريثما يأتي الصوت مرة ثانية مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. صار هناك خطأ فني الحقيقة في الاتصال مع فضيلة الشيخ. نعم، وسوف نعاود طرح بعض الأسئلة التي وصلتنا. أنا أسمعك. نعم هذا يسأل يا شيخ صالح عن سؤال عن النصيحة فضيلة الشيخ، ما شروطها؟ وأيضا يقول إذا كان شخص جاري عنده بعض المخالفات كيف أقوم بنصحه؟ مأجوري. تنصحه إما بالمشافهة بينك وبينها، أو أنك توصي له أحد من يبلغه النصيحة، أو تكتب له رسالة، والآن في الجوال يعني تيسرت الأمور. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أيضا سائل يقول لم أحج منذ فترة، فهل أكلف أحد الأشخاص بالحج عني مع أنني قادر على الحج؟ ما يحج إلا عن العاجز، إما لكبر وإما لمرض مزمن. أما الذي يقدر على الحج بنفسه فإنه لا يوكل ما دام أنه حي ويقدر على الحج بنفسه، إنما الإنابة عن العاجز أو عن الميت. نعم أحسن الله إليكم. أيهما أفضل يا شيخ يقول بالنسبة للمفرد أو المتمتع أو الحج للذي يريد الحج لأول مرة؟ الأفضل التمتع، أن يأتي بعمرة قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. نعم وعليه فدية.
أيضا من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ أخذ الأجرة عن الحج يا فضيلة الشيخ، وهذه الأجرة زائدة لا تسمى أجرة وإنما هي إعانة على الحج. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول بالنسبة للمقصر إذا كان المدرس مقصر في تدريسه وبعد ذلك كلف بالعمل في الليل وهو يقول بأنني لم أؤدي هذا التدريس على الوجه الأكمل وأخذت راتبي كاملا، لا يجوز له ذلك، الصوت يرجع علي. طيب ألو؟ نعم يا شيخ، الصوت فيه تردد يرجع علي. طيب لعلكم تعالجون ذلك يا إخوان. نعم تفضل نسمع إجابة الشيخ بذلك. طيب فضيلة الشيخ، ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ السؤال هذا السائل يقول حفظكم الله نعم حفظكم الله، هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة نعم الضابط يا فضيلة الشيخ في صلاة الليل إذا أراد الإنسان أن يصلي في أول الليل فضيلة الشيخ، يصلي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله صلاة الليل يصلي ما تيسر له. نعم طيب فضيلة الشيخ من جهة الدعاء يا فضيلة الشيخ هل هو يكون في أماكن أو يا أخوان صوتكم داخل علي الآن، أصواتكم أنتم جميعا في الكنترول داخل علي، ما أستطيع أن أتحدث فضيلة الشيخ بالنسبة للدعاء يا فضيلة الشيخ هل هو في كل وقت أم في وقت معين؟ الدعاء مفتوح، باب الدعاء مفتوح في كل وقت من ليل أو نهار. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.